احنا هنا في مدينة العيون خضتم مؤخرا إضراب، الآن وقفتوا، أعطينا أولا السياق والمطالب ديال هذا الإضراب هذا، تفضل. المطالب الاجتماعية المحضة للمهنيين سائقين سيارات الأجرة هي هذه التراكمات ديال تراكمات الأداء من جميع المؤسسات، تراكمات الأداء للبطاقة الصحية، تراكمات الأداء للبطاقة المهنية، تراكمات الأداء للمأدونية، تراكمات الأداء للتأمين المهني والتأمين المواطنين، تراكمات الأداء للاقتطاع البنكي لتجديد الأسطول. مع العلم أن الدولة كتدعمنا باش نجدوا الأسطول، ومع العلم أن الدولة كتدعمنا في, 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 في المحروقات ديال الكاربيرور ديال سيارات الأجرة، ولكن نظرا لغلاء الأسعار، ارتفاع الأسعار والمنافسة الغير شريفة في القطاع، هناك مجموعة من أعطيني تفاصيل حول هذه البطاقة، شنو علاش كتصلح، شحال كتأدي وشنو لا؟ البطاقة المهنية كنا نأدو واحد ثمن رمزي بسيط، 30 درهم مقابل بطاقة صحية. 30 درهم على شهريا ولا كل شهور؟ 30 درهم مدة تريميست، مدة ستة أشهر. نتفاجأ بالقرار ديال مجلس البلدي، نتفاجأ بالقرار ديال مجلس البلدي أن هذه 30 درهم ولات 100 درهم زيادة على 10 درهم ديال 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 التطبيب. ارتأينا أن نأخذ إضراب من أجل إسقاط هذا الثمن المرتفع والباهظ على البطاقة الصحية. نعم، أولا عرفنا بالقطاع ديال التاكسيات هنا في المدينة. قطاع سيارة الأجرة هو واحد القطاع حيوي، شرايين لأي مدينة، سيارة الأجرة هو شرايين الحياة في المدينة، تمتهن شريحة من 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 المجتمع، نظرا للارتفاع الهائل لثمن السيارات والكاربيرور، ويقضي مآرب، وهو وجه المدينة، وهو كذلك فسعة سياحية لبعض السياحيين الذين يفدون على أي مدينة، يرون أن سيارة الأجرة هي السيارة الوحيدة التي تسمح يعني لهم بسير المدينة، هي الوجه الحقيقي للمدينة. شحال عدد ديال التاكسيات عندنا في العيون؟ عدد التاكسيات في مدينة العيون 400 سيارة تقريبا. هذا العدد مؤخرا هو اللي تضعف، ولا هذا هو العدد بالنسبة لكم، واش هو عدد يعني مقبول، ولا فيه خصاص، ولا فيه فائض، ولا احنا كناس ممتهنين سيارة الأجرة وكتاب إقليم ونقابيين في القطاع نرى أن هذه الكوطة ليست ملبية، ليست كافية للمدينة. هذه 400 سيارة قليلة على المدينة، ليست كافية. علاش؟ خصوصا مع التوسع ديال العمراني للمدينة وسشاعة المدينة، وكذلك نرى بعض الأشخاص يمتهنون النقل السري كثرة ما هو سري أصبح علني. هذا هو السؤال سي تونسي، يعني كنلاحظوا احنا كنجولوا في مدينة العيون، هاد السيارات المينيبوس كتسموهم ثم محلين بالكويرات، شنو المشاكل اللي كتخلق لكم؟ كتخلق كثير من المشاكل. أعطينا العدد ديالهم مزيان نعرفوا العدد. العدد التقريبي يتفاقم ما بين 5000 و 7000 كوير. 5000 و 7000 كوير، يعني فرق كبير بين عدد الطاكسيات والكوير. طبيعة الحال، لأن 400 مقابل 6000، لأن هذاك الكوير كتمتحنوا واحد الشريحة كبيرة من المجتمع، وكتتنقل به عشوائيا، وليست خاضعة للتنقيط ولا للتأمين. أكثرية ليس خاضع للتأمين، ويجولون المدينة ببوطان، بقارورة البيطان، رغم أنها محظورة، ويسببون كثير من المشاكل للمواطنين. نحن خاضعين لجميع القرارات الوزارية وجميع التطبيقات العمالية وجميع القرارات الأمنية للمواطنين. اجتماعات كثيرة مع المسؤولين، وضعنا الكرة في يد المسؤولين، أن هذا القطاع، أولا سيارة الأجرة كان قطاع غير مهيكل، وأصبح في الآونة الأخيرة مهيكل بتضافر الجهود والقرارات الوزارية والرفع من مستوى القطاع، ولكن في مدينة العيون لازلنا نواجه إكراهات النقل السري. هذا النقل السري تفشى بواحد ظاهرة كبيرة، ما
واحد الدائره كبيره. ولكن شنو اللي كيجعلو انه يتفشى؟ واش الطاكسيات ما عندهمش انتشار واسع على مستوى المدينه؟ لان البعض كتشكم صحاب الطاكسي كيقول لك بانه بعض الاحياء ما كيوصلوش ليها بعض وفي التعامل، وبالتالي فبالنسبه له كيمشي لهذا الكوير هذا كيلقى فيه راحته اكثر. لا كيف كتردوا عليهم؟ هذا غير كلام المواطنين، ولكن حنا اللي كنشوفوا نمتهنوا هذه المهنه كنشوفوا بان الكوير كيسبب ياسر من المشاكل، مشاكل امنيه مطلع عليها الولايات الامن، والمشاكل اللي كيعانوا منها المواطنين والكراهات. ولكن رغم هذا كامل هذيك النسبه اللي واصلين التكاسه ما كتلبيش شساعه المدينه. المدينه اكبر من 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 هذه 400 سياره باش تنقل باريحيه وتلبي تقدم واحد السيرفيس للمواطنين بصفه جيده. ولكن كيف انتم تقدموا خدمه وانتم ما كتبغوش توصلوا الناس للاحياء اللي بعيده؟ لا العكس، حنا نوصلوهم للاحياء بعيده، ولكن باش نحنا انسان يكون خدام في المدار الحضاري وكيمشي لواحد الوجهه بعيده بواحد الثمن بسيط، واحد الطريفه اللي هي 6 دراهم، وكتطلب هذيك الرحله واحد على الاقل واحد 4 ساعات ديال الطريق ماشي وجاي، وممكن ترجع ما ترجع خاوي، وكترجع يعني خاوي عندك واحد الرحله ذهاب رانا كمدي هذاك الشخص، ولكن في الاياب انت ما راجع بلا بدون اشخاص. يعني كتشوف انت واحد العمليه عمليه غير مربحه. يعني عمليه ماشي قضيه عمليه غير مربحه، عمليه ما كتشوف بانها هاد 6 درهم بالنسبه للتنقل كافيه غير كافيه؟ كطالب زيادتها ولا طالبنا بالزياده؟ طالبنا في الزياده الطريفه، وطالبنا بالمسؤولين باش يناقشوا معنا هذا المشكل ديال الطريفه على صعيد مدينه العيون، ولكن ما كاين اللي لبنا اي، الى حد الان ما فات لباونا طلب. بالنسبه للروسيطه شحال عندكم تقريبا في الروسيطه؟ دابا الروسيطه دابا ما كتفوت 200 درهم. يعني مع الى حد الان من سنوات من كورونا الى الروسيطه ما كتوصل، لان نظرا لارتفاع الغازوار هو اللي جعل الروسيطه كتهبط. نعم كزو على خير سي تونسيد، انتم قلتوا بانكم خدتوا هذا الاضراب على قبل هذه 100 درهم في 6 شهور، في نظرك واش 100 درهم زعما ما كافياش؟ شحال تقريبا درهم ما كاملش في النهار؟ لا هذا هو البعض اللي كيقول كيقول الزياده ماشي، بالعكس هي زياده معقوله، لانه تم توفير مثلا موقف ديال السياره ديال السيارات، تحسين طرق، يعني كاينه خدمه مقابل الطاكسيات. لا نحن في مدينه العيون لا نبخس عمل المجلس البلدي، المجلس البلدي صاهر ليلا ونهارا على 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 عمليه اضافه المرافق العموميه في المدينه، ولكن نحن كسياره الاجره هذيك المرافق العموميه احنا ما كنستفادوا منها. علاش؟ لان احنا خاصنا مرافق خاصه بالناس الممتهين سيارات الاجره. نظرا لان احنا الا بغينا الاداه ديال البطاقه الصحيه احنا كنادوا واحد الرسوم جمركيه عادله سنوات متفق عادله سنوات كتدخل للمجلس البلدي، ماشي غير احنا سنوات كنادوا هذه الرسوم الجمركيه ديال البلديه.